راه ما عندي مشكل مع حتى شي فنان غير باش نقول لكم خاصكم تعرفوا. وسعيدة شرف لم تقم بشكاية أو أي دعوة لأي فنان لأي فنان. أنا نهار اللي تضررت دعيت حساب، هذا الحساب القانون اللي كفيل أنه يبرأ أو يجرم الناس اللي شادينه، ولكن أنا ما دعيتش ناس بالاسم. الأولى من الصفحة الثانية من محضر سماعها ما يلي. الصفحة الثانية معايا؟ فوالا عندكم. وأفيدكم أن مجموعة من الأشخاص يقفون وراءه وراء حساب حمزة موبيل ما تم نشره ضدي، تتكلم على المساق بحساب حمزة مومبيبي على تطبيق انستغرام، اسمعوا لي مثلا، واخص بالذكر كل من دنيا باطمة والمسمى السمو بالبشير، ويرجع سبب هذا التشهير في حقي الى عدم دعوتي المسمى دنيا باطمة الى حفل خطوبتي ولاسباب شخصية اخرى. لا نكذب على الأحياء، قد يمكن أن نكذب ونفتري على الأموات، وعندما يبرز الدليل لا داعي للافتراء. هذا محضر سماع ديال الفرقة الوطنية واستمع إليها من قبل المشتكية التي تدعي أنها لم تشتكي. دابا حنا راه ماشي تكذب على دنيا، تكذب على زانة. شيء ثاني، موقفتش هنا، لا، حضرت أمام المحكمة الابتدائية بواسطة دفاعها وأدلت بطلب التنصيب كطرف مدني. وهذا سعيدة شرف، دنيا باطمة، ابتسام باطمة، هذه مذكرة المطالب المدنية، كتطلب جبر الضرر، كتطلب التعويض، كتقول تضررت مما فعلته دنيا وابتسام، ولذلك فانني اطلب تعويض عن الضرر الذي حصل لي. شحال طلبات؟ طلبات 50 مليون. اعطي الصفحه الاخيره عافاك، مذكره المطالب، وعطات المحكمه 10000 درهم. تجي ما كثرنا شيء، الانسان يكون صادق مع الله اولا، ويكون صادق مع البشر، والحاجه اللي هي تبي حجاج عيب وعار أننا نكرهها.